حياكم الله وشرفتونا في مجلسنا الليلة. تعد المجالس المنطقة الشرقية ملتقى اجتماعيا وفكريا يضم كبار السن والصغار لمناقشة القضايا التي تهتم فيها المجتمع، لننشر فيها الأفكار التي تعزز الترابط والتكافل المجتمعي، وهي ليست حيزا جغرافيا للجلوس، بل هي أحد المورثات القديمة التي ما زالت تتربع على رأس السمات الاجتماعية التراثية العريقة في المملكة. ونشكر لكم زيارتنا وحياكم الله. أهمية المجالس والديوانيات بالمنطقة الشرقية وهي عادة رمضانية اختصت فيها المنطقة وتعكس ترابط وقوة ومتانة المجتمع المتباين من كل مناطق المملكة، لكن صارتهم هذه النموذج الجميل. عندنا أكثر من 70 ديوانية ومجلس في المنطقة الشرقية غير الأحساء، وهذه من شأنها أنها تعزز الروابط الاجتماعية، تعرف للناس، يتبادلون التهنئة في رمضان، فالمجتمع هنا متعارف بشكل قوي ومتشابك بفضل هذه الديوانيات والمجالس. المجالس الرمضانية فيها تأصيل للتواصل، والشرقية أساسا من المناطق اللي اشتهرت في المجالس الرمضانية وما فيها من تلاحم للمجتمع، وفيها استشعار الأهمية الاجتماعية اللي يتميز فيها الليالي الرمضانية.